دور وزارة الشؤون الاجتماعية دور مهم وفاعل وفعال فيما يتعلق بنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية، لأنه عندنا احنا بالقانون البنية التشريعية موجودة سواء من اتفاقيات أو قانون، وإنما أنه صحة وسلامة مهنية كما يتعلق بتوفير المفتشين الذين تسميهم وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالوزارة والمحافظات، هذا لا يكفي، وإنما يجب أن يكون هناك تثقيف، وهذا التثقيف سواء أنه بتعلق بالمفتشين أنفسهم أو أنه بالعمال وأصحاب العمل. الكثير من العمال وأصحاب العمل والمفتشين تنقصهم هذه الخبرة وهذه الرعاية. هي مناسبة كثير مهمة لأن نعمل محطة صغيرة عند هالموضوع هذا يلي هو بخص أرباب العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقابات العمال. هالأطراف الثلاثة اللي هن فعلا هن اللاعبين الرئيسيين في هذه الاحتفالية. هالاحتفالية هي الاحتفالية الثالثة عم تقام في دمشق بالحقيقة، ونحن بسعدنا كغرفة صناعة من خلال دورنا كأرباب عمل أن يكون دورنا إشراف وتوعية للإخوة الصناعيين وتذكير بشكل دائم بضرورة الصحة والسلامة المهنية من ناحية، ونحن بنعرف أنه درهم وقاية خير من قطار علاج، ونحن عم نستخدم دائما البيانات القديمة ونجددها ونشتغل عليها لتخفيض نسب إصابات العمل من ناحية وتأمين السلامة والصحة المهنية من ناحية تانية. السلامة والصحة المهنية موضوع هام جدا، لأنه يحافظ على رأس المال البشري وهو أهم مدخلات الصناعة على الإطلاق. تعلمون أن الصناعة تحتاج إلى آلات، تحتاج إلى مواد أولية، تحتاج إلى طاقة، ولكن أهم شيء هو أهم مدخل من مدخلات الإنتاج هو الكادر البشري، هو رأس مال البشري. نحن نهتم برأس مال البشري، هو الأساس، ولذلك يجب أن نحافظ على حياته. هذا اسمه السلامة، يعني محاولة تجنب أي حادث أو إصابة بإصابات العمل. هذا الموضوع كتير مهم أنه تتضافى كل الجهود في الحكومة وقطاع العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية، وندعو إلى تطبيق القوانين والتشريعات لحتى نصل لزيرو هارم، لإصابة صفر في سوريا. كل ما كان في عنا اهتمام اكبر واوسع بموضوع الثقافه المهنيه، كل ما كنا نحن العامل هذا بده يرجع اليوم عن زوجته واولاده بصحه ويرجع ما يكون في عنده اصابه. نحن انطلقنا من هذا المبدا لمواكبه اليوم العالمي للسلامه والصحه المهنيه، وبالتالي لنثبت للناس انه نحن مع ظروف الحرب ما زلنا عم نهتم بكل التفاصيل المهمه واللي بتعنى بالعنايه حتى بالافراد بكل القطاعات، بالقطاع الصناعي اللي عم نشتغل فيه اللي هو الركيزه الاساسيه فيه هنن الاشخاص والموارد البشريه. فاحد المهام اللي نحن على عاتقنا اخذينها بشكل جدي جدا المحافظه على الموارد البشريه والكتله البشريه اللي موجوده عندنا.